عايزه اقول اسماء اسم شويه ضعيف، يعني دايما تلاقي كعبله كتير يا اسماء في حياتك، من القرايب اكتر من الغريب، من القريب اكتر من الغريب، اكتر من الغريب. الغريب تمام. يعني دايما اللي بيحط عليكي هو القريب يا اسماء. فعشان امورك تبقى تمام مع اهل بيتك او الناس القريبين منك، خليكي على بسم الله الرحمن الرحيم ورا كل فرد 100 مره. بسم الله الرحمن الرحيم، شوفي كنزها هيبقى معاكي قد ايه. وطبعا عشان تفتح بينك وبين الناس يا اسماء، عشان ما يبقاش في قطعات كتيره جدا في حياتك بينك وبين الناس والقريب والبعيد والكلام ده.